السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد على قناة الحياة أحلى مع سمسمة أتمنى من الله أن تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال في البداية بعد إذن حضراتكم ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل جديد في البداية أحب أنوه أن أسعار الطيور والدواجن والكتاكيت من بورصة مصر ده سعر جملة وأقل من سعر السوق سعر السوق بيختلف من منطقة لأخرى إليكم أسعار الطيور والدواجن والكتاكيت من بورصة مصر يوم الأربعاء 24 فبراير 2021، سعر كيلو الفراخ البيضة اليوم 25 جنيه، سعر كيلو الأمهات الأبيض اليوم 22 جنيه، وسعر كيلو الفراخ الساسو اليوم 28 جنيه، وأخيراً سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم 35 جنيه. أما عن أسعار الأرانب، سعر كيلو الأرانب اليوم يتراوح ما بين 40 إلى 43 جنيه، أسعار البط، سعر كيلو البط البلدي 50 جنيه. سعر كيلو البط المولر واحد وتلاتين جنيه وسعر كيلو البط الفرنساوي أربعة وعشرين جنيه وأخيرا سعر كيلو البط المسكوفي سبعة وأربعين جنيه أسعار الكتاكيت الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح سعره ما بين تمانية جنيه إلى عشرة جنيه وربع الكتكوت الساس عمر يوم يتراوح سعره ما بين تلاتة جنيه ونص إلى تلاتة جنيه خمسة وسبعين قرش الكتكوت البلدي يتراوح سعره ما بين جنيه ونص إلى اتنين جنيه أسعار كتاكيت البط كتكوت بط فرنساوي يتراوح سعره ما بين 4 جنيه 75 قرش إلى 5 جنيه كتكوت بط مولر يتراوح سعره ما بين 10 جنيه ونص إلى 11 جنيه ونص كتكوت بط مسكوفي يتراوح السعر ما بين 10 جنيه إلى 10 جنيه ونص أسعار البيض كرتونة البيض الأبيض يتراوح السعر ما بين 33 إلى 33 جنيه ونص وكرتونة البيض الأحمر يتراوح سعرها ما بين 35 إلى 35 جنيه ونص وكرتونة في البيض البلدي 36 جنيه أما عن أسعار السمان السمان الأسمر يتراوح سعره ما بين 2 جنيه وربع الى 2 جنيه ونص السمان الابيض يتراوح سعره ما بين 2 جنيه 75 الى 3 جنيه سمان هجين عمره 14 يوم يتراوح سعره من 5 جنيه ونص الى 6 جنيه في النهاية اتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم اتمنى تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد